مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الدرس الجديد والمهم الخاص بتشفير مفاتيح USB والكارت ميموار وبطاقة الذاكرة على نظام لينكس. فالمشكل المطروح هو فقدان الفلاش ميموار، فعند فقدان الذاكرة وقد تحتوي على معلومات حساسة وشخصية، فلتفادي هذا المشكل أقترح عليكم في هذا الشرح تعلم كيفية تشفير USB الكي أو البين درايف والكارت ميموار. وهذه الطريقة يمكن أيضا تعميمها على جميع الماس ستوريج التي تشتغل على نظام لينكس، فالطريقة هي موحدة وتشتغل على كل الماس ستوريج. مثلا سأقوم بوضع الكارت ميموار المشفرة الخاصة بي هكذا، عفوا لا أعرف لماذا لا كما تلاحظون، فقارئ الكارت يجد بعض الصعوبة في التعرف على الكارت ميموار. الآن قد اشتغلت كما تلاحظون، فهذه هي الكارت الميموار بسعة 8 جيجا. الفرق هو أن نظام لينكس يتعرف على نظام الملفات المشفرة، فعند الضغط على هذه الكارت الميموار يطلب منا إدخال كلمة المرور. بهذه الطريقة الآن نستطيع اختيار احد الخيارات الثلاث، مثلا حفظ هذه كلمات المرور الى الابد، او حفظ كلمة المرور الى حين الخروج من هذه السيشن، او استخدام فقط كلمة المرور الى حين اخراج بطاقة الذاكرة. سنختار الخيار الثاني ونقوم بالكونكت. بهذه الطريقة نكون قمنا بفك تشفير بطاقة الذاكرة. فكل شيء أقوم به هنا يقوم نظام لينكس بتشفيره مباشرة قبل كتابته على الفلاش ميموار. مثلا عند تسجيل هذا الملف يقوم نظام الملفات المسمى بلوك فايل سيستم بتشفيره، ومرة أخرى يطلب منا كلمة المرور. مثلا نقوم بجي بارتد MMC وهو قارئ الذاكرة كما تلاحظون، فهذا هو ملف الملف نظام الملفات وهو مشفر لأننا اخترنا P0 باستخدام البارتيشن لإظهار نوع التشفير. نقوم باستخدام البلوك 0 من دون استخدام البارتيشن،
هناك بعض التوزيعات تظهر هنا نوع التشفير المستخدم وهو لوك فايل سيستم، وبعض التوزيعات لا تظهر هذا الشيء، وهذا راجع إلى اختلاف نسخة جيبارتد وأيضا اختلاف التوزيعات. مثلا في الأوبونتو يظهر لنا نظام الملفات المستخدم هو لوك فايل سيستم، والأرش لا يظهر هذا الشيء، لا يهم. هذه الطريقة كما قلت يمكن تعميمها على جميع أنواع ستوريج الخاصة بلينكس، يعني ابتداء من الكارت ميموار واليو اس بي بين درايف، وأيضا بارتيشن على القرص الصلب. وفي النهاية سنقوم بالتعرف على كيفية إنشاء قرص صلب مشفر افتراضي. مثلا هذا الملف فهو بسعة 500 ميجا، وهو فقط ملف. نستطيع القيام بمونت لهذا الملف ليصبح عبارة عن قرص افتراضي، ومن ثم فك تشفير القرص افتراضي ليظهر هنا على أنه قرص حقيقي. هذه الطريقة مزاياها أنها تمكننا من نسخ أو استنساخ هذا الملف الافتراضي على بارتيشن أو كارت ميموار أو يو اس بي حقيقية. يعني في حالة عدم توفر على ستوريج حقيقية للقيام بهذا الأمر، تكتفون فقط بإنشاء قرص افتراضي ومن ثم نسخه عند الحاجة لستوريج حقيقي، مثلا يو اس بي أو كارت ميموار إلى آخره. هنا سأقوم بنزع بطاقة الذاكرة واستخدام يو اس بي لهذه العملية. كما تلاحظون فاليو اس بي هي من 8 جيجا وهي فارغة. تقومون بديمونت والذهاب للشل باستخدام الروت، والتعليمة هي كريبت سيت اب. تقومون بكريبت سيت اب لوكس فورما من دون اي اوبشن، سيختار الاوبشن باغ ديفو. يجب ايضا التعرف على اسم الديفايس فهو اس دي بي، ومن ثم كريبت سيت اب لوكس فورمات لانشاء كلمة المرور على هذا المفتاح الفلاش، ومن ثم ستقوم تعليمات كريبت سيت اب بفورمات لهذه الكي باستخدام نظام الملفات المسمى لوكس فايل سيستم اس دي بي هكذا. سيطلب مني كتابة كلمة يس بحروف كبيرة، من ثم سندخل كلمة المرور وهي 1 2 3 4 5 6 فقط للتجربة. 1 2 3 4 5 6 هكذا. كما تلاحظون هنا تم إنشاء نظام الملفات لوكس فايل سيستم على الكي المشفر، أصبحنا نتوفر على قفل أمام المفتاح اليو اس بي. إلا أن المشكل هو أن هذا اليو اس بي لا يتوفر على نظام ملفات داخل نظام لوكس فايل سيستم، فنظام لوكس هو فقط كونتينر حامل لنظام ملفات حقيقي سيحتوي على المعلومات. كما تلاحظون بعد إدخال كلمة المرور سيقوم بالمونت للكونتينر، إلا أن الفايل سيستم فهو غير موجود بعد. كما تلاحظون ف سلاش ديف مابر لوكس، ف
فلوكس هو الديفايس الذي يتم تشفير البيانات عن طريقه. مثلا نقوم ب MKFS FAT، نقوم بالفورمات باستخدام FAT لنظام الملفات لوكس فايل سيستم. اوكي، بهذه الطريقة نكون حللنا المشكل. الآن أي شيء نضعه داخل هذه اليو اس بي سيمر عن طريق نظام اشتغال نظام ملفات الفات ونظام ملفات الفات سيكتب على الكونتينر لوكس، ومن ثم سيشفر ويكتب على ذاكرة الفلاش. هلا أريد نسخ أشياء كبيرة جدا. بالنسبة لنظام لينكس يتم التشفير بطريقة ذاتية. كما تلاحظون فالآن يكتب في الكاش، كان سريعا جدا، والآن سيمتلئ الكاش و ستصبح السرعة الحقيقية الخاصة بالتشفير على هذه الذاكرة. في انتظار انتهاء هذا الملف سنمر إلى القسم الثاني الخاص بتشفير قرص افتراضي. أول شيء تقومون به هو dd if slash div slash 0 of encrypted hash virt. مثلا سنقوم بإنشاء قرص افتراضي بسعة 2 جيجا، ونقوم بستيتوس إيجال بروجريس لمعرفة فالتشفير يقوم بخفض كفاءة مفتاح الفلاش، لأن البيانات تمر عبر لوكس فايل سيستم وملفات الفات يتم في النهاية كتابتها إلى الفلاش ميموار. فهذه هي سلبيات هذه الطريقة. أما إيجابيتها فتمكننا من تحويل أي يو اس بي كي إلى USB كي أو كارت ميموار مشفرة بتكلفة أقل. أوكي، الآن قمنا بإنشاء ملف فارغ. أول شيء نقوم به هو لوب سيت أب، واللوب سيت أب يقوم بتحويل ذلك الملف إلى ديفايس باستخدام اللوب encrypted هكذا setup. كما تلاحظون فالديفايس المستخدم هو سلاش ديف سلاش لوب 3، ويكافئ هذا الملف بسعة 2 جيجا. نقوم بنفس الشيء الذي قمنا به بالنسبة لليوسبيكي لوكس
format slash div loop 3 yes. ادخال كلمة مرور كما تلاحظون فهنا قمنا بإضافة قرص تخزين مشفر افتراضي. فالمرة الأولى فهو لا يشتغل. مثلا نقوم بإنشاء نظام ملفات آخر غير الفات. مثلا btrfs slash gif matter سأقوم بانتزاع انتظر سكريبت setup أظن أنها الدعم الدعم المشكلة الذي سقطت فيه الآن هو أني أتوفر على 2 ديفايس مشفر ولا أدري أيهما ينتمي إلى القرص الصلب المشفر. كريبت سيت اب كريبت سيت اب ليست اوكي. فهي تعليمات دم سيت اب تيري ا تيري ال اس هكذا. فالأول هو خاص باليو اس بي كي والثاني خاص بالقرص الصلب العشوائي أو الافتراضي سلاش ديف مابر لوكس اوكي. اوكي الآن نقوم بالمونت باستخدام الشيل لأن الواجهة لا تريد القيام بهذا الأمر. أوكي. كما تلاحظون فالآن قمنا بالمونت لذلك الشيء. فهو موجود على الروت.
هذا خطأ فادح. كريبتد هيرت بهذه الطريقة. ها الملف الافتراضي الذي قمنا بإنشائه هو هذا، فهو بسعة 2 جيجا. فالمشكل الذي وقعنا فيه الآن هو أن الواجهة لا تريد القيام بمونت لهذا الديفايس. كريبت ستار كلوز. الآن قمنا بالكلوز ل الديفايس المشفر، ومن ثم نقوم ب نقوم بالديتاش سلاش جيب سلاش لوب 3. اوكي لوب سيتاب ثلاثة انكريبتد فيرس بهذه الطريقة. والآن نقوم ب كريبت سيتاب لوكس اوبن سلاش ديف لوب 3، سنسميه مثلا انكريبتد اوكي. كما تلاحظون لقد قمنا بتشغيله بطريقة يدوية، لأن الواجهة XFCE لم تريد القيام بذلك الأمر. الآن نفس الشيء، سنقوم بنسخ بعض الملفات. فهذا سيكون سريع جدا. لماذا لا يريد إعطاء؟ أوكي. المشكل فهو مشكل فقط خاص بالبيرميشن كما تلاحظون. فالبيرميشن لا يريد القيام بهذا الأمر. لا يريد. كما تلاحظون المشكل فقط راجع لواجهة XFCE وليست له علاقة بالتشفير. كما تلاحظون الآن فهو يقوم بنسخ الملف بسرعة عالية جدا، لأننا فقط نقوم بأخذ الملفات من مكان ووضعها داخل ملف افتراضي. اوكي عند الانتهاء نقوم بديمونت. لا يريد القيام بهذا الامر لاننا داخل ذلك المجلد. اوكي مرة اخرى نقوم بالمونت الخاص بهذا المجلد الافتراضي.
تقول أن كلمة المرور فهي خاطئة مرة أخرى. فهو يشتغل بنجاح. الآن ماذا يمكن القيام بهذا الملف؟ ما يمكن القيام به؟ هو أخذ مثلا كارت ميموار أو USB حقيقي ونسخ هذا الملف باستخدام تعليمات DD واسم الملف المشفر /div/your-device بهذه الطريقة. عندما تقومون بهذا الأمر سيقوم باستنساخ القرص الصلب الافتراضي على قرص حقيقي، ومن ثم تستخدمون نفس كلمة المرور للقيام بعملية الموت. مرة أخرى سأقوم بإرجاع USB الأولى المشفرة كما تلاحظون، فاللينكس يتعرف عليها بسرعة ويضيف رمز القفل كعلامة على أنها مشفرة. كما تلاحظون فهي تشتغل. سأقوم بإرجاع الكارت ميموار الخاصة بي مشفرة. تلاحظون فهذا هو رمز الكارت ميموار، ونضغط فنظام الاشتغال المسمى ب لوكس فيس او التشفير الموحد على نظام اللينكس يمكن استخدامه على قرص افتراضي. او على مفتاح فلاش او كارت ميموار دو تيب ميكرو ST او STHC او حتى بارتيشن، الا انه عند القيام بتشفير للبارتيشن وجب الحذر. فتعليمات الفورمات عند ارتكاب خطأ في اسم الديفايس قد تقومون بحذف كل المعلومات من القرص الصلب، وهذا شيء كارثي. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس الخاص بتشفير مفاتيح الفلاش والأقراص على لينكس، ونلتقي في درس آخر، وشكرا.